تفضل انت على الهواء والصوت واضح. شكرا لقناتكم الكريمة لهذه الاستضافة. وباختصار شديد سحب الجنسية، سأتكلم عن سحب الجنسية الكويتية فقط دون إبداء رأي في سحب الجنسية البحرينية لأسباب سياسية تخص البحرين بشكل خاص. أولا، ما حدث في الكويت من سحب الجنسي بدأ من العشر الأواخر في رمضان. طيب. بدأ بالنائب عبد الله البرغش. نعم. وهو نائب في البرلمان الكويتي وقد حصل على عضوية البرلمان لعدة مرات. طيب. وقد وصل أمين السر مجلس الأمة. فوصل لأمين السر مجلس الأمة ومع ذلك أفاقت الحكومة من سباتها وسحبت جنسيته في آخر رمضان. طيب طيب. مع السكوت والصمت عنه لعدة سنوات طويلة. طيب. اسمع معي إلى التبرير الذي ساقته السلطات المعنية في الكويت لهذا القرار، لأنه يقال أو قالت السلطات إن القرار اتخذ بعد اطلاع المجلس مجلس الحكومة على توصيات اللجنة العليا المختصة بالنظر في هذه القضايا في إطار استكمال جهود وزارة الداخلية في مراجعة الحالات التي شابتها ثغرات وخلل عند دراسة القضية، قضية إسناد الجنسية إلى هذا الشخص أو ذاك. إذا انتهك القانون ليش نزعل إذا صححت الأمور وطبق القانون؟ عزيزي، هذا ليس تطبيقا للقانون. التطبيق القانون يأتي بمحاسبة من أعطى حسب ادعاء الحكومة أنهم غير مستحقين للجنسية أو تم استيلاء عليها بتزوير أو ببلاغ كاذب أو بإزدواجية، فالمحاسبة يجب أن تتم على الشخص الذي منح الجنسية الكويتية لهؤلاء المتهمين أو المسحوبة واللي فقدت منهم جناسيهم. نعم. فعبد الله البرق وغيره والإعلامي سعد العجمي رئيس مكتب حشد بالكويت سحبت جنسيته بالمناسبة قبل يومين يعني. طيب. وأتمنى سحب الجناسي إذا كانت الحكومة جادة في هذا السحب لتطبق القانون على الجميع، يعني إيش معنى قاعد تطبق القانون على فقط المعارضين؟ سأدعو السيد الدوسري في الكويت أولا. مبارك الدوسري. أهلا أستاذي. الله محييك، أهلا بك أخي مبارك، تفضل. أهلا أستاذي، بس جزئية بسيطة بثواني بسيطة. فضل. أولا، انتهاك القانون لحكومة الكويت هو ممارسة الاحتجاجات السلمية وأيضا ممارسة الحراك الوطني الذي امتد من قبل سنتين أو ثلاث سنوات لاعترافهم على الانفراد في القرار، حيث الحكومة استخدمت مرسوم ضرورة بتعديل آلية التصويت، وهذه الأزمة اللي قاعد تعيشها الكويت الآن. نعم. الحكومة هي اللي قاعد هي الخصم الحكم في الوقت. وإذا بالمناسبة إذا كانت سحب الجنسية قانوني، طيب، بل تفرض أو لتخرج آراء من القضاء وليس من الحكومة. ما يصير رئيس حكومة أو وزير داخلية يسحب الجنسية بدون لا يلجأ الشخص القضاء. هذا أنا مواطن هذا تعرض للظلم. هذا اختصاص تقني، اختصاص خالص للسلطة التنفيذية، والمحاكم تقول أنها لا تختص بهذه المجالات. يعني دعني أطرح عليك الحجة التي يمكن أن تدفع بها السلطات الحكومية سواء في الكويت أو في البحرين، وهو أن هذه أمور تقنية تتعلق بأمن البلاد، تتعلق بانتهاك صريح للقانون، فعلى السلطة التنفيذية أن تطبق القانون على أن يصار بعد ذلك من قبل المتضرر أنه يلجأ للقضاء. طيب أستاذي، لتطبق السلطة أولا القانون على الكبير قبل الصغير، لتطبق القانون على من تآمر على الكويت ببلاغات ومن تآمر على الكويت بغسيل أموال خارج الدولة. ويعني بالمناسبة المواطن الكويتي يعرف ماذا أقصد. ما يصير تطبق القانون على شخص وتخلي شخص ثاني. القانون لما يكون الكبير وصغير راد لهم القانون الجميع يحترمه والجميع راح يرغب بجميع اجراءات. طيب لسه ادري مبارك حاسبني انا رافض مبارك. الكويت كانت توصف بانها واحه للديمقراطيه، واحه متميزه للديمقراطيه في الكويت. لست ادري سبب هذا الاستعصاء فجاه. سأعود الى سيد